تتواصل الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري. شهد معبر رفح اليوم عبور 28 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة، إضافة إلى 231 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، و259 شاحنة مساعدات إجمالا من المعبرين حتى الآن. المزيد من العريش مع زميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات المختلفة الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن الأعداد التي ما زالت تزداد كل ساعة تقريبا، هناك عدد كبير من الشاحنات داخلة عبر عدد من البوابات، عبر بوابة معبر رفح المصرية وعبر بوابة أيضا كرم أبو سالم. نتحدث عن وصول عدد هذه الشاحنات إلى 259 شاحنة إغاثية مختلفة، بهدف الوصول يوميا من 300 شاحنة إلى أكثر، قد تصل في بعض الأحيان أو هذه هي المساعي لأن تصل إلى 450 شاحنة يوميا. ولكن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السيد ضياء رشوان الذي أعلن عن المجهودات المصرية والمساعي للوصول ل 300 شاحنة يوميا في كبداية، ثم بعد ذلك محاولات أخرى لزيادة عدد هذه الشاحنات. تحدث عن دخول حتى هذه اللحظة وقد تزداد هذه الأعداد دائما بينما نحن نتحدث قابلة للازدياد إلى 28 شاحنة إغاثية من بوابة معبر رفح المصرية، بالإضافة إلى أكثر من 231 شاحنة داخلة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم. هذا بالنسبة للمساعدات الإغاثية. أما بالنسبة لأيضا خروج المصابين، فخرج حتى الآن 30 مصابة من الأشقاء في فلسطين اليوم ليتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة، بالإضافة بالطبع لمرافقيهم. وحسب البيان الخاص بالهيئة العامة للاستعلامات والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة الذي قال أن عدد يعني الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية حتى الآن أكثر من 6000 يعني مصري الجنسية، أيضا بالإضافة لخروج أكثر من 66000 من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح المصرية، هذا فضلا عن دخول ما يقرب من 4000 مصاب من الأشقاء في فلسطين يتلقوا العلاج هنا، بالإضافة بالطبع لمرافقي هذه الحالات. وهذا بالطبع لا يمنع استمرار استقبال مطار العريش الدولي للمساعدات المختلفة لتصل إلى الأشقاء هناك في قطاع غزة، بالإضافة للإسقاطات والإنزالات الجوية من جانب القوات المسلحة المصرية إلى الأشقاء في شمال قطاع غزة. والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو.